اي ماما. اه ليه ليه كده يا حبيبي؟ ليه ليه توجع قلب امك عليك؟ انت كويس، راسك كويسه. ايوه ماما. اسعاف اسعاف، طوارئ طوارئ، ابني الوحيد ابني الوحيد بيروح مني. بالراحه، هتكسر الرف. خمسة وثمانين في المية من الناس الكبار اللي ماشيين في الشارع دول عارفين ان باباهم ومامتهم بيفضلوا ابن معين من ولادهم. نهب بقى في صالب بيتكم شوية. بابا وماما اول ما بيتجوزوا بيخلفوا، واه اول خلفة ليهم بيبقوا في مرحلة هيبقى شبهي وشبهك، هيبقى عمري وعمرك، الف مبروك، بيخلفوا اخوك الكبير اللي بيبقى شبه باباك فشخ فعلا. شوية والام بتحس ان ابنها البيتي زهقان وبيلعب لوحده وبيشبط في ولاد الجيران وولاد الشارع وولاد اي حد من سنه، فالام تقرر ما يلا يا عبده نخوي الوال ونجيب له اخ يسليه، فتيجي انت الحمد لله على السلامه الاخ التاني الوسطاني. حلقاتك برجلاتك، ان شاء الله تعيش، ان شاء الله تعيش، تكبر تكبر زي اخواتك. طيب اركن بقى شويه على جنب، معلش ومعلش ليه، ما انت متعود. المهم ان مامتك قررت ان هي هتودع الخلفه والامومه ببود حبيب ماما الصغير اللي انت هتاخد بالك منه، علشان بود لسه بيقح على نفسه. طب وليه مش اخوك الكبير اللي يعمل كده؟ اخوك الكبير اللي في ثالثه اعدادي شهاده، او في ثالثه ثانوي، او لسه داخل كليه، او بيتجوز، او بيخلف، علشان احنا دايما بنوفر وقت ومجهود الاخ الكبير، علشان دايما هو عنده هدف سامي وهينقذ العيله في لحظه تاريخيه معينه مش عارفين امتى بس هينقذها. تعال اقعد معانا يا احمد في الصاله، ركنك كتير. معلش معلش قبل ما تقعد يا بودة، قصدي يا صاصة، يا احمد هاتلي كوباية مية. ميدل شايلد سيندروم، متلازمة احمد الوسطاني. في الوقت اللي بابا وماما شايفين ان صاصة لازم يدخل طب علشان يبقى دكتور العيلة، وشايفين بودة يعمل اللي هو عايزه كده كده، هما مش شايفين لاحمد اي حاجة خالص. هما حتى ما اجتهدوش في اسم احمد، احمد نيو فولدر. احمد بيعيش حياته كلها في الكورنر بيتساءل، هو انا ابنهم بجد؟ هما لقوني على باب جامع وقرروا يكسبوا فيا ثواب. احمد لو كلم صاصة يتقالوا اخرس ده اخوك الكبير، ولو كلم بودة يتقالوا اخرس مالكش كلمة على بودة، احنا متنا ولا ايه؟ بعض الدراسات بتقول ان الاخ الكبير دايما بيبقى اذكى من اخواته بدرجتين ثلاثه كده، وده بسبب تركيز الاب والام معاه من وهو صغير. والاخ الصغير اللي لازم يكون مبدع فنان، ماما خايفه عليه من الشوربه تلسعه، البرد يبرده، الشارع يفرهده، هي حاطه ايديها على قلبها بسببه طول الوقت. فالكبير واخد المجهود والصغير واخد الاهتمام، والوسطاني احمد بتدعيله بس، سايباه الابواب السماء والقدر وخير ان شاء الله. نهب بقى على دراسه ثانيه بتقول ان معظم القتلة المتسلسلين والمجرمين كانوا وسطانيين، يعني احمد معرض انه لما يكبر يدور فينا وفيكم الضرب، وده سببه ان احمد بيبقى خارج نطاق الاهتمام الابوي، فبيخرج للعالم علشان يلاقي الاهتمام اللي ما لقاهوش في البيت، فيرجع البيت باكتئاب شيزوفرينيا او سي دي وشله بايظه طبعا، وده اللي بيشكل شخصيه احمد. احمد بيحاول يرضي كل اللي في البيت علشان بس يتشاف. اهتمام باباه ومامته باخوه الكبير بيخلق عنده عقده نقص، فبيحس طول الوقت انه مش كفايه او انه اقل، فلما يكبر هيبقى بيحاول يسعد كل اللي حواليه. احمد مش معرض بس انه لما يكبر يبقى مجرم، هو كمان معرض في علاقاته العاطفيه يبقى سن كبير، بيحاول يرضي حبيبته حتى لو هيقل من نفسه، وده مش كلامي، ده كلام دراسه انا مش فاكره عنوانها ايه، بس في بقى دراسه ثانيه مشرقه ومنصفه شويه بتقول انه لا يا احمد مش شرط تبقى مجرم، ما تتلككش. غاندي وكارل ماركس كانوا وسطانيين عادي. البيئه اللي بيتولد فيها الاخ الوسطاني بتخلي عنده صفات القياده ناجح، لانه بيبقى مسؤول زي باباه ومامته بالظبط عن اخواته، وده بيخلق عنده رغبه في السيطره وفرض رايه، ولانه بيخبط في الحياه من بدري فدايما بيبقى عنده افكار جديده على صالب بيكو. لو انت صاصة دكتور العيله، او لو انت بودة تشيز كيك قلب بابا وماما، حسوا باحمد اخوكوا شويه، علشان انتوا من ال 85% اللي عارفين ان بابا وماما بيفضلوا اخ معين من اخواتكم، وفي نفس الوقت انتوا الاخ المفضل ده، فبلاش نبقى عارفين ان في حاجه هنا غلط ونعمل نفسنا مش شايفين او مش حاسين. لو بابا وماما مش مدركين او الحياه مخلياهم مش ملاحظين، انتوا ساعدوهم يلاحظوا وياخدوا بالهم، علشان لو مش هنواجه بابا وماما هنواجه العالم ازاي؟ ها ازاي؟